زين، خلينا نتحدث عن الأجواء اللي محضرها اتحاد كرة القدم لهذه المباراة، حفل يسبق انطلاق المواجهة بحضور وتواجد الفنان حاتم العراقي وأسماء، وربما تعرف جماهيرنا دائما على الموعد في هكذا محافل. سوى شيء إيجابي، بس أنا أقول يعني بنفس الوقت مو يعني هذا مو وقته. مو وقته. أنت يفترض بيك تأجله إلى المرحلة الثانية. أخ علي، إحنا اليوم كن يعني كمعنيين كإعلام رياضي كجماهير تنتظر المنتخب العراقي وجوده في كأس العالم. ومن يضع المنتخب العراقي في كأس العالم هي المرحلة الثانية. طبعاً. هذه المرحلة في حال انتهى ستنسى تماماً. مثل ما احتفلنا بالمرحلة الأولى في آسيا. أحسن. بالتالي خرجنا. وبالتالي خرجنا، شنو اللي حققناه وشنو اللي حصلناه؟ فبالتالي أنا أشوف هذا مو وقته. راح اللاعبين تنفخهم أكثر من اللازم، وإحنا أغلب لاعبين هم لاعبين شباب ما يمتلكون الخبرة الكافية. تأجل هذا الاحتفال إلى صعود كأس العالم يستحق الاحتفال، أما إلى الآن يا أخي الإنجاز هو مو إنجاز كبير، هو تأهل للمرحلة الثانية وفرق. وهذا يحصل كل عام مع المنتخب الوطني، كل عام يعني كل أربع سنوات نصعد. ليش تكبر هذا الموضوع؟ هنا نجي أكو فن بشون تكبر الإنجاز من لا شيء يسوي شيء. هنا إحنا إشكالنا وانتقادنا، يعني مثل ما بطولة ملك تايلاند سووها إنجاز، مثل بطولة الخليج إنجاز. إحنا خلي نكون واقعين يا أخوان، لا نجي شيء بالونة نجي نقفز به والنفخة، هذا خطأ. فرحانين أنه الآن تكلمنا، قبل لا تسألني هذا السؤال تكلمنا بكل استحقاق، لكن تجي تسوي إنجاز واحتفالية، هنا فبركة بالقضية. لا تحسب للاعبين ولا هاي، هنا بها حسابات أخرى. خليني افتهم أكثر، أنت رجل إداري وكيس. نعم. وعارف شنو يعني حسابات أخرى، شنو يعني بالونة، شنو أنا أكون وياك.